ليش ترشحت؟ ترشحت بالمبدأ لأنه ب17 تشرين حسيت أنه خلص العالم كله تغير، الشيء اللي كنا ماشيين عليه وماشيين على أساسه كله تغير، صار الوضع الاقتصادي مش منيح، تبين أنه هالزمرة اللي حكمتنا وقعتنا بمطرح مش قادرين نطلع منه، وهن مش قادرين يعملوا شيء، في جزء كتير كبير منه كان عم يتفرج ما عم يقدر يعمل شيء كمان. كان لابد أنه نبلش نفوت على المعترك السياسي، وفي حاجة لهيدا الشيء. كرمال هيك أنا انضميت وقتها لبيروت مدينتي، وحسيت أنه لازم صير أكتر يعني بالمعترك السياسي، ناشطة بالمعترك السياسي، وبالتالي اليوم أنا واقفة بوجه السلطة الفاسدة اللي حكمتنا صار لها فوق 30 سنة. وبرأيي في ضرورة كتير كتير ضرورة قوية إنه نشيل هيدي السلطة الحاكمة من نشيل الناس اللي حاكميننا بالسلطة، لأنه وصلنا لمطرح اقتصادنا سيء، في عنا فقر وجوع، ما عنا دواء، وضع كتير مأساوي، وما في ولا خطة إنقاذية على مبينة يعني على الأفق. حتى يعني مثلا إذا نطلع الكهرباء ما عم يعملوا شيء، لا نواب ولا حكومات ولا شيء. وطبعا يعني ما فيني اقول انه ما فيهم يعملوا شيء، نايب مثلا شغلته يشرع، ليش ما حدا اشتغل على تشريع مثلا نقول انه يخلي البلديات تعمل مثل مشاريع لانتاج الطاقه البديله؟ او التحديات اللي واجهتني كصبي وكمرأة لما فتت على الجامعه، فتت على اختصاص ما بيكون فيه كتير بنات عادة، وعملت هندسة ميكانيك، كان هيدا أول تحدي بالنسبة لي. إجمالا كنت حب إنه يعني أي شيء هيك حب أعمله، ما أحس إنه في معوقات، وبحب أتحدى حالي وجرب أكسر التحدي يعني، وأقدر أعمل شيء اللي ببالي. فبعد يعني تخصصي بهندسة ميكانيك كمان اشتغلت بمصانع، وما كنت حب الشغل المكتب، كمان هيدا الشيء خلاني اختلط اكثر مع الناس ومع العمال، ويعني اعطاني خبره كمان كيف اتعامل مع الناس. بعد التخصص بالمعترك السياسي، بتصور ما بعرف اذا كان في قبل مرأة يعني كمان تقدمت على منصب نائب، بس كمان فت بمناظره علنيه مع نائب المهندسين جوات النقابه تنتفض، وكانوا كمان يعني المهندسات هن اللي شجعوني على هذا الشيء. وهلأ مع يعني بمدينتي كمان شجعوني، وبالائتلاف صيدا وجزين، ائتلاف 17 تشرين للتغيير، شجعوني كمان على أنه أترشح. وبالتالي نحن قدام معركة يعني لكسر صورة نمطية عن المرأة، وضروري يعني النسوان ما بقى يكون عندهم هذا يعني يقدروا يكسروا حاجز الخوف، وما يكون عندهم أي رادع لأنه يقدر يحققوا الشيء اللي بيحلموا فيه واللي بيحبوا يعملوا.